السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات أبناء الوطن العربي، الحلقة دي إن شاء الله هكمل الجزء الأخير من شابتر 4 لمادة الماتيريال ساينس، اللي هو الشابتر اللي هو عنوانه The Structure of Crystal Solid. هتكلم في الحلقة دي على جزئية مهمة جدا وبتيجي عليها أسئلة، طبعا في امثله كتير وفي حاجات اخرى، مواضيع اخرى ممكن ترجعوا للفايل ديسكريبشن هتلاقوها موجوده ومشروحه، ولو في اي استفسار ممكن تتواصلوا على الواتس اب للاستفسار، وان شاء الله ناخد الملاحظات بتاعتكم بعين الاعتبار. هتكلم النهارده على اللينير اند بلانر دينستيز. ده سؤال مهم جدا. اللينير دينستي بيطلب منك اللينير دينستي، فبيساوي ايه؟ بيساوي number of atoms centered on direction vector على length of direction vector. هناخد طبعا مثال عشان يوضح الكلام ده. وفي عندي planar density اللي هو number of atoms centered on a plane على area of plane. يبقى في عندي نوعين، linear density او planar density. linear density اللي هو number of atoms centered on direction vector، عدد الذرات اللي هي على منتصف الفيكتور وطول الفيكتور length of direction vector. اما planar density اللي هو number of atoms اللي هي موجودة في السنتر بتاعت البلين على area of plane. هناخد example، قال لك determine the linear density of the 110. طبعا احنا عارفين ان ده square brackets والارقام الموجودة ديت اللي هي الميلر indices ديت معناها ان فيكتور عندنا او كريستالوجرافيك دايركشن زي احنا شرحناها قبل كده، بس هو هنا طالبها للايه؟ للاف سي سي اللي هو الفيس سنتر كيوبيك. طيب يبقى لازم اول حاجه ارسم الفيس سنتر كيوبيك. الفيس سنتر كيوبيك احنا عرفنا ان هو فيه 8 اتومز او 8 كورنرز، زائد ان فيه في كل وجه ذره في منتصف الوجه ده في اتومز، الوجه ده في اتومز، الوجه ده في اتومز، الوجه ده في اتومز، والوجه ده اتومز، والوجه اللي هو هنا ده اتومز. طيب هو عايز دايركشن 110، هنرسمه ازاي؟ لو احنا حطينا الاوريجينال بتاعي هنا، ادا الزد اكسس وادا الاكس اكسس وهنا الواي اكسس، قال لك 110 يعني احنا مشينا في الاكس 1 يونت وفي الواي 1 يونت خلاص، لكن ما مشيناش في الزد، فهتبقى البوينتس هنا والتيل عندنا هنا. طبعا انتوا عارفين الفيكتور بيبقى فيه هيد وتيل، زي ما احنا شرحنا قبل كده التيل الاحداثيات بتاعته 0 0 0، الهيد اللي هي 1 1 0 خلاص. هيبقى شكل الفيكتور عامل ازاي؟ هيبقى بالشكل كده، يبقى ده الفيكتور 110. طيب دلوقتي هحسب القانون، هو عايز اللينير دينستي بتاعت ال 110. هنا اللينير دينستي بتساوي ايه؟ ال 110 تساوي النمبر اوف اتومز، اوكي، النمبر اوف اتومز centered on direction vector. في كام اتومز هنا؟ هنبص نلاقي في الكورنر ده نص اتوم وفي الكورنر ده نص اتوم، يبقى كده كام؟ 1 اتوم، وفي المنتصف اتوم كامله، ذره كامله او ذره كامله، هيبقى التوتال كام؟ ادي نص ونص، 1 وهنا 1، يبقى التوتال 2، يبقى عندنا 2 اتومز centered on direction of vector. هنيجي بعد كده هناخد اللينث بتاع الفيكتور، طول الفيكتور. اللينث بتاعت الفيكتور عندنا هنا كام؟ لو لاحظتوا هنا نصف القطر اللي هو r radii، وهنا نصف القطر r، وهنا ذره كامله هيبقى 2r، يبقى هنا r r وهنا 2r، يبقى التوتال كام؟ 4r، يبقى طول الفيكتور ده 4r هيساوي، لو قسمنا 2 على 2
يبقى واحد على أربعة على اتنين في اتنين R. يبقى linear density لل 100 لل FCC هيساوي number of atoms اتنين، هنا كل واحدة قلنا اللي في الكورنر بنص وفي المنتصف واحدة كاملة، على طول الفيكتور ده. طوله ازاي اجيبه؟ بالرادياي بتاعت الاتومز. هنا الاتومز ديت R وهنا R. طيب يبقى هنا كام؟ 2 R لان ديت منتصف هنا. طيب ده بالنسبة لللينير دينستي، خلاص ده بالنسبة لللينير دينستي. طيب بالنسبة للبلانر دينستي هناخد اكزامبل اوكي اخر. بيقول لي ايه الاكزامبل؟ determine the planar density of 110 plane for FCC. طب القانون عندنا البلانر دينستي number of atoms centered on plane على الاريا اوف بلين، يبقى انا محتاج اجيب ارسم البلين الاول وبعدين اجيب النمبر اوف اتومز اللي هي السنتر على البلين والاريا بتاعه البلين. لو انا عايز ارسم البلين ده 110، طبعا لو خدت ده الزد المحاور بتاعتنا وده الاكس ده الواي اكسس، هنبص نلاقي البلين طبعا هو بيقطع المحور الاكس ومحور الواي لكن ما بيقطعش محور الزد، يبقى البلين ما بيقطعش محور الزد. هيبقى هنا كده هنرسمه بالشكل كده. احنا طبعا اتعرفنا ازاي نرسم البلين في المحاضرة اللي قبل كده، يبقى بالشكل كده البلين عامل كده. او لو لاحظنا الزد ما قطعش الزد ولكن قطع الاكس وقطع الواي. طبعا هنرسم الفيس سنتر كيوب. فيس سنتر كيوب معناها ايه؟ معناها ان هنا في الوجه في ذرة وهنا اتومز كده بالشكل ده، وهنا في الوجه ده في اتومز، وفي الوجه ده اتومز، وفي الوجه ده اتومز، والوجه ده والوجه ده اتومز. طيب لو لاحظنا هنا البلين ده بيمر بكام اتومز؟ لو سمينا ده A B C اللي هو الريكتانجلر اللي عندي ده A B C D E F، ولو جينا عملناها بالشكل ده ادا A B C D E F. طيب هنبص نلاقي هنا عايزين نطلع، احنا رسمنا البلين خلاص، عايزين نطلع number of atoms اللي بتمر بالبلين ده. هنا لو لاحظنا الاتومز اللي هنا ديت هنبص نلاقي بتشارك بربع، ربع اتومز فقط. هنا لو لاحظنا اهوت هنبص نلاقي هنا ربع اتوم، اما هنا بي اللي في المنتصف هنلاقيها ايه؟ نص اتوم. فعندنا هنا ربع وربع ادي كده نص، وربع وربع ادي كده نص، يبقى كده عندي ايه؟ واحد. وهنا عندي نص واللي تحت كمان نص اتوم ادي كده واحد، يبقى التوتال كام؟ اتنين اتومز. يبقى النمبر اوف اتومز خلاص اللي بتمر بالبلين كام؟ تو اتومز. خلاص قدرت اعرف ايه عندي، قدرت اعرف النمبر اوف اتومز اللي بتمر بالبلين ده. طب عايز اجيب الاريا بتاعت البلين، اجيب الاريا بتاعت البلين ازاي؟ الاريا بتاعت البلين هتساوي طبعا ده اللي هو الاي، ده الاي اللي هو طول الضلع ده، هيبقى اي هنضربها في العرض اللي هو الطول ده، شايفينه اللي هو بيساوي كام؟ بيساوي 4 ار، لان احنا قلنا هنا ار ادا ار نصف القطر وهنا 2 ار، يبقى كام؟ 4 ار. يبقى الايه في ال 4 ار، لان هنا
مساحة المستطيل أو الأريا بتاعة البلين ديت بتساوي إيه؟ الطول في العرض اللي هو الـ A في عرضه الـ width. فده الـ width عند الـ A عندي خلاص اللي هو الطول في الـ width. خلاص أجيبها إزاي؟ اللي هو بيساوي 4R. جبت الـ 4R منين؟ هنا 2R، هنا R، هنا R، هيبقى مجموعهم 4R. طيب إحنا عارفين من قبل كده ان الـ A قيمتها بتاعة الـ FCC من الحلقة اللي فاتت اللي هي بتساوي 2 جذر 2 R، لما قلنا علاقة الـ A مع الرادياي يبقى 2 جذر 2 R في 4 R هيديني كام؟ 8 R سكوير جذر 2. 8 R سكوير جذر 2 خلاص. يبقى الـ B دي البلانر دينستي لل 1 0 هيساوي كم اتومز في البلين او بتمر بالبلين او البلين بيمر بيها؟ 2 اتومز على الاريا بتاعت البلين اللي احنا طلعناها اللي هي بتساوي 8 ار سكوير جذر 2، هيطلع 1 على لو عملنا سمبليفايد 1 على 4 ار سكوير جذر 2. يبقى هي ديت البلانر دينستي بتاعت 110 للبلين. وفي امثله طبعا اكتر مشروحه بشكل اكتر. وبكده اكون خلصت الجزء ده او الحلقه ديت اللي هم الجزء المهم اللي هو اللينير اند بلانر دينستي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.